الواشنطن بوست كشفت بشكل مثير أن حزب الله اللبناني واحدة من الصواريخ التي يمتلكها في ترسانته هي صواريخ فاتح 110 البالستية، رأيناها تضرب إقليم كردستان في السابق، رأيناها تضرب قاعدة عين الأسد وعدد من الأهداف. وجودها مع حزب الله اللبناني، ما الذي يعنيه بطبيعة قدرة حزب الله والضرر الذي ممكن أن تتعرض له إسرائيل إذا ما فعلا ظهرت هذه الصواريخ واستهدفت إسرائيل؟ أحسنتم، نوضح للمتلقي الكريم ماذا تعني الصواريخ الفلسطينية. احنا عندنا الصواريخ الموجهة التي يجري توجيهها وهي لها نظام توجيه خاص كالصواريخ الأمريكية. الصواريخ الأمريكية تتحرك موجهة، تتحرك وكأنها طائرة، تعزز بكمبيوتر، والكمبيوتر يقرأ خط رحلة ويغير من مساره ويصل إلى الهدف، ثم بعد اقترابه من الهدف يدفع بقدرة دفع عالية جدا للارتفاع العالي، ثم الانقضاض بوضعية زوم داون والاعتماد على الجاذبية الأرضية ودفع المحرك لأحداث عملية اصطدام عالي جدا، تحقيق عنصر زخم فيزيائي يؤمن له قدرة اختراق عالية جدا. هذه بالصواريخ الفلسطينية ما موجودة. فمصطلح الصاروخ الفلسطيني هو الصاروخ الذي ينطلق بقوس يعتمد هذا القوس على الجاذبية الأرضية، فيصعد إلى قمة، ثم بعد ذلك ينتهي الدفع الصاروخي. بعد انتهاء الدفع الصاروخي أو تراجعه يبدأ بقوس يميل باتجاه الأرض، فكلما اتجه باتجاه الأرض وكان بأوزان عالية جدا أصبح الانقضاض للسرعة والجاذبية الأرضية يدفع به باتجاه الهدف. قد يكون غير دقيق لكنه إمكانية التشويش عليه، لأنه هو ما بي كمبيوتر ولا بي وسائل تقنية إلكترونية، التشويش عليه صعب. مسألة مواجهته تكون محدودة، يعني حتى على سبيل المثال الثاد قد يقاطع، طبعا هو أحدث بطاريات لمنظومات الدفاع الجوي، يقاطع الصواريخ خارج الغلاف الغازي. الباتريوت يقاطع عبر الاقتراب يتفجر، فبتفجيره يفجر الرأس التدميري للصاروخ، لكنه الثاد لا، يستمر حتى يصطدم برأس بالصاروخ نفسه ويدمره حتى يحقق أعلى كفاءة، وهي بالحقيقة يعني حتى أعلى كلفة، يعني أكثر تقنية، أعلى تقنية وأكثر كلفة لبطاريات الصواريخ اللي موجودة في العالم، وطبعا تمتلكها الولايات المتحدة، وكانت في صحراء النقب، كانت يعني قد فتحت هذه بعض البطاريات. الصاروخ الفلسطيني عنده قدرة إرباك منظومات الدفاع الجوي إذا أطلق برشقات، لأنه مع الرشقات راح تبدأ الصواريخ للدفاع الجوي تواجهه، لكنها قد تواجه جزء من الرشقة وجزء آخر يصل، فضلا عن فارق الكلفة، يعني تكاد تكون نسبة 1 إلى 10 مضاعفة كلفة الصاروخ لمنظومة الدفاع الجوي، في حين كلفة الصاروخ الفلسطيني يعني ما بي تقنية فكلفته تكون أقل. فتحدي كبير جدا الصواريخ الفلسطينية إلى منظومات الدفاع الجوي وإلى القبة الحديدية. وهذه أيضا يعني في تقدير أنه إسرائيل تأخذها بنظر الاعتبار وتضعها كاحتمالات في إدارة التفاوض أو إدارة الأزمة أو الصراع مع لبنان. وأنا في تقديري أنه المعطيات بدأت بشكل أو بآخر تشي إلى حسم سياسي، لا سيما في المتغير السياسي. رؤوس الهرم لصناع القرار السياسي في إدارة الأزمات مؤثرة جدا، لأننا إذا نتحدث عن الميدان العسكري نتحدث عن قدرات ونتحدث عن قيادات ونتحدث عن إرادة قتال، ولكن يبقى القرار العسكري مرتهن بالقرار السياسي، والقرار السياسي دائما براغماتي، يأخذ بالمصالح العليا ولا يخوض تحديات إلا وفق حسابات قد لا تكون حاضرة في الميدان العسكري. طيب. الميدان العسكري دائما يدفع باتجاه الحرب، لكنه القرار السياسي يقيد خشية من أزمة، لا سيما ما حصل في النيجر. خلينا أستاذ أحمد لن تمر علينا قضية النيجر مرور عابر. تفضل. لأنه بين غرب أفريقيا وبين الشرق الأوسط معادلة غاية في الخطورة، أنه في النيجر معنى ذلك أمن الطاقة
على مستوى اليورانيوم لأوروبا وفرنسا، الحليف الاستراتيجي إلى أوروبا عموما، حليف استراتيجي إلى الولايات المتحدة. ما حصل من انسحاب أمريكا من النيجر أدى بشكل أو بآخر تفوقا في مجال حيوي كان ضامن إلى الولايات المتحدة وإلى فرنسا لصالح روسيا. فهل ستجازف الولايات المتحدة في التخلي عن الشرق الأوسط؟ لأنه كانت فيها قاعدة في النيجر، قاعدة 201. هذه القاعدة قاعدة أمريكية كانت تنطلق منها درونات لاستهداف الإرهاب في ليبيا، وكان آنذاك يشكل خط ضامن لتحقيق الأمن القومي لمصر، لأنه الجبهة الليبية جدا تهدد الأمن القومي لمصر. فإذا تحقق الأمن القومي أو اختل الأمن القومي لمصر، مصر ارتباطها بالخليج أي المنظومة الخليجية كلها، أمن الخليج سيصبح مهددا. فهل ستفرط الولايات المتحدة؟ على سبيل المثال يجري الحديث عن انسحاب أمريكي، أنا في تقديري أستبعده جدا، كما أستبعد الحرب في لبنان، أستبعد بشكل مطلق أن تنسحب الولايات المتحدة من العراق، لأنه انسحابها من نيجيريا كان لضغط ولأسباب. أن تنسحب من العراق فمعنى ذلك أنها سلمت أكتاف الأمن القومي الأمريكي في مصر وفي العراق لمعادلة ستهتز فيها معايير الأمن القومي لمبدأ كارتر، مبدأ كارتر الذي يقول أن الخليج بل الشرق الأوسط مجالا حيويا ضامنا للأمن القومي الأمريكي ولا يمكن الاستغناء عنه، وإذا اضطرنا سنشن الحرب فيها. فإذا مسألة الانسحاب الأمريكي من العراق مسألة مستبعدة جدا بعد ما جرى في النيجر، ومسألة الحرب في لبنان باتت متراجعة في ظل متغيرات انتخابية في لبنان وفي الولايات المتحدة.